بسم الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالأفضل الأقدر سبحانه وتعالى. ربنا أمدنا بنصرك، نحن بحاجة ملحة لهذه النعمة التي غابت عنا ما دمنا متفرقين. فأجمع شملنا يا ربنا وارضى عنا وأيدنا بنصرك يا عظيم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة من الله وبركات ورضوان، ولا عدوان إلا على الأوباش اللئام. ناخذ اليوم نجتهد في مقاربة جدية متأدبة نافعة لآية واحدة من سورة الصف، وما أدراكم من سورة الصف. ناخذ الآيات اللي سبقت الساك عشان نضعكم في الإطار. الإطار اللي هو قطار إلى فهم الآية أو الآيات فهما صحيحا منجمعا متعمقا. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. نشوف المشهد، مشهد تسبيح الخلائق، قل عددها وكثر، صغر حجمها أو كبر، كلها تسبح لله إلا أغلبية البشر والجن، الإنسان والجن. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. كيف هو عزيز الحكيم ولا يسبح له الخلق أجمعين؟ الخلق أجمعون. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم، العزيز الذي لا يقهر، والحكيم الذي يعلم كل جزء من كونه ماذا يستطيع أن يفعل وماذا يجب له أن يفعل وماذا يجب أن يعرف ويلتزم بالمعرفة. إذا كان ربنا عزيز اللي هو مهيمن على الخلق جميعا ولا استثناء في ذلك، لا استثناء، هيمنته جامعة، هيمنته كلية، هيمنته أبدية، وحكيم. قلنا العزة والحكمة إخوان، صنوان لا تجزم تفرق بيناتهم، عزة وحكمة، شكون يتصل بهم؟ بهما الله جل جلاله وعما نوال. نعود إن شاء الله تعالى.